يا عنامي. هذا يا عنامي هذا المرحوم مصيبه سلاسل رحمه الله، فقال بها في ستينات تقريبا في 67 او 68. نعم نسمع نسمع يا جماعه. تفضل يا ابو سالم. بغيت بالصوت ولا بالصوت؟ ايوه خلاص بشيل معك. يا داني يا داني داني دين، 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 يا عين نامي وخلي السهر الله فرقوا علينا قريب، هذي تعامل للفضول كذبوا علينا وشادوا بزور، وقالوا الذي راح ماله دخول تبكي عيوني وقلبي يذيب، يا عين نامي وخلي السهر الله فرقوا علينا قريب، لي خطا في خط ماشي جواب عند المحابين هو الصحاب، وقولوا الجمعان كل محباب عسى يا راخص صيع النصيب، يا عين نامي وخلي السهر الله فرقوا علينا قريب، قلت لقواتش النظر لبن دوما سلا ظفر، وقالت ليلي تعبت صبر يا ولدي من صبر ما يا خير، يا عين نامي وخلي السهر الله فرقوا علينا قريب، وقالت قوات يا ولدي كله يزول والتعب ينجلي، وعسى من الله رخصة تجي نحنا نعيش وانت قلبك يا طيب، يا عين نامي وخلي السهر الله فرقوا علينا قريب، لي قنعوك من بلاد قناع رزقك من رب ما ينقطع، دنيا طويلة فيها وسع خذوا من ساحة وان بغيت بهيب، يا عين نامي وخلي السهر الله فرق عاش 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 ابو سالم عاش، يا عين نامي وخلي السهر الله فرق وعلينا الله 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 ابو سالم حيو حيو.